السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة نجيت ونجيت في تيارة ديالنا ولله يخطيكم علينا وبارك الله فيكم. واحد واحد فيما كنتم داخل وخارج الوطن الحبيب، من وجدة حتى للصويرة، من طنجة للقويرة وجميع بقاع العالم والكرة الأرضية. إخواني أخواتي وديكم وديكم اللي كيتعتبر من بين الأودية المعروفة هنا بمدينة الرباط، ولاية الرباط والنواحي. إذن إخواني أخواتي الوادي كم القنطرة ديالتو راه كانت تبنات وسالات، وبقات لينا هذيك القنطرة الأخرى اللي ديال الشبيكات ديال الشبيبيكة ديالو ديال الشب اللي مصوبة من 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 ديك القنطرة التحفة، راه باقا تما كاينة التحفة. الخوية ديالتو الأولى راه دير صافي، راه كرطات الدنيا كاملة راه لقاتها مشات، والخوية الثانية هي جاية على الحملة عاوتاني، حيت ملي كتجي الحملة كتكرط هادشي كلشي وكتدفى. خوتي حبابي صحابي كاينين هنايا الناس اللي مبليين انتوما الشوم صحاب بوزروكا، وما راه النقا والاناقه وداكشي تبارك الله ما شاء الله، الحرفه ديالهم بوزروك وداكشي نقي تبارك الله. خوتي حبابي جيت باش نوريكم، ولكن هذه المره ما غنمشيش لكم هكا هكا، راه مشيت لكم هذيك السيمانه الفايته وريتكم وادي اكم وريتكم الخدمه ديالو، ومشينا مع هذا الشونتي. ها هو جاي نوري لكم دابا، شوف كانت عندي شي خدمه لهاد الجي ساليتها وانا راجع، قلت ندوز انا ديز وانا انتوما خوتي راه ما يمكنش دابا، راه كلشي حابس كاين الغيص غيتبوربوا لهم الكوامي. واحد شتوم وهاد القيدوس اخر مره فاش كنت صورته لكم شحال كان عالي العلو ديالو، كان العلو ديالو تقريبا قد الكويا، انا راكب في الموطور وطلع شي 2 متر ها اللي بقى فيه كيبان فيه في هاد الجهه، شتوه راه دفنوه في الارض وبقى لينا الجهه اللي من لهيه غير نمشي نشوفوهم. اذا كنا كانت هنا الكومباكتور خدامه، راه دابا الماتريال راه كله واقف شتوه، حيت كاين الشتا ونتسناو تحيد الشتا ان شاء الله وترجع لينا الانشطه كما هي. غنوريكم هنايا واحد الطريق دارت جديده ياك، وغنمشي معكم من هنايا ونشوفوا الدراري ديال جي تي ار، ونشوفوا الدراري ديال الان جي او، ونشوفوا الدراري ديال الاليك، الناس اللي عندهم الحفير، حيت صحاب الحفير هما اللي باقيين خدامين الحفير، ولكن الحفير على الشانطي البلاصه اللي فيها الكودرون، اما البلاصه اللي فيها التراب بحال هكذايا حابسين كلشي حابس، كيتبربوا لهم الكوامي ديالهم. مرحبا خوتي حبابي، انتم هاد البلاصه كلشي هاد البلاصه البلايص راه تبناو شتوهم، ها هما من هنايا هاكاك، وهنا لقدام هاد الجدرميه هادو صحيح راه ما تنتفاهمش انا وياهم، ما عندهمش مع مالي المطر مع الوقفه كاسك الوراق اراق اش كدير هنا فين غادي فين جاي انا انتم اخوش هادو هما اقصى جدر ميه هما دوزاش عليهم، انا نجي من اللي وندوز على الفلاح طريق الفلاح ونخرج مع هاد البيساي الشوق صافي، هاد البلاصه كيلعبوا الخيل ونخرج بحال هادشي بعد منهم، ولا ندوز من التحت من التحت لتحت لتحت وندوز من هنا، هاد البلاصه خاسره دابا سمعتوني، ولكن دابا انا اضطريت باش ندوز من هنايا علاش، حيت الرومبو كبروها ودابا مني الرومبو كبروها ما بقاوش عاطين الريوسهم من هنا ولا عاطين من جهه الرباط من اللي دابا فاش جيت في الاول جيت من طريق الفلاح وخرجت من هاد الجهه، ها الطريق هي راه صوبه اخوتي انتوما شتوها، ليس لكم حق الاسبق يا الرومبا شتي قداش ولات، ها هي ريكلو راه ما فين جالسين والله ما دوز عليهم بالله. ها شو الشارع كيك الشارع قداش تبارك الله ردوه سير اخي، دابا ورا ما يهضرش معاك انا بعيني تيدير الطن كيقلق فيك، وان شاء الله نشوف دابا نهار كيكون مثلا عندي شي حاجه ماشي هي هذيك ولا ما فهمتش كيشك فيك من عينيك تيدير وقف في الغيد ارى الوراق من عينيك من الطوموبيل كاع ما يهضر، هذا دايز هذا دايز وهذاك اللي وقفوه تقول بسم الله الرحمن الرحيم قارين الدماغ ديال بنادم، هذا الجدر ما يدير هذا القنش خصوصا في الصيف الله يمد دوز عليهم بالله. هانتوما خوتي هانتوما وتحيه للدرك الملكي وتحيه لاي واحد، جدرميه راه خطر دابا راه شوف دابا دوم بالقناد اللي عطاو جدرميه هما اللي غير يقولوا لهم هذاك الشعب تما كاين، شوف دابا واحد السوالم
حد السوالم مدينه ديال الشفاره وديال المساخيط والوالدين وفيما كان شي مسخوط وتجمع تما كاينه الدوله الجدارمي واعد حتى هي المزربه جدارمي جا جودان كيضرب المكحله عطاو الاوردر باش يتيري ريقل لهم المدينه كامله عطاو غير الاوردر باش يتيري مالي عرفت غادي دير سير فوفيغ ريقل لينا داك الشغل سير تفرج دابا حد السوالم حد السوالم سير تفرج فيه اجودان واحد ريقل لهم مدينه على قدها يا ذن اخواني اخواتي انتم اخوتي تبارك الله ما شاء الله شوف اي 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 شون واقفين احنا اللي كيهمنا غادي نشوفوا ولاد الجهه منو جي تي ار هادو الان جي او راه واقفين حقا لقيتاش الماتيريال راه كلشي راه واقف اصاحبي راه الشا يا صاحبي هاد الايامات راه كانت الشا خصهم يبقاو يديروا امارش يديروا امارش للماكل ديالهم الله يجيو بغاو يخدموا فيهم يلقاوهم بردوا ليهم مع مازوت خصهم يوميا امارش يوميا اللي عنده شي ماكينه الدراري باش يدير لها امارش براسكم انا وصيتكم دابا راه 6 ايام ولا 7 ايام الماكل واقفين وعاد زيد عليهم البرد هادو خوتي شتوم هادي ياك ما بين هادي وهادي من تحت الارض ديزين هما اللي كانوا خدموا بهم في الرباط باش كانوا جايبين من جهه الطريق الساحليه باش جابوا لهذيك البومبا هي الشريطال وما بين هادي وهادي ها هي الاخرى هي من اللي كيحفروا تحت الارض شتو وما بين هادي وهادي عاوتاني كيحفروا تحت الارض شتوهم هما هما غاديين عندهم واحد السيستيم في شكل هادو شي نهار ونجي نقلق لكم السوق كيفاش كيخدموا كيفاش وعندهم بومبوش سمعتوني خوتي عندهم بومبوش ديال لايرياسيون راه هما شتوهم دوك البومبوش ديال لايرياسيون دوك الصفرين هما اللي كيدفعوا لهم اخويا البرد لتحت منا كيكونوا خدامين عندهم واحد السيستيم ديالهم في شكل هادو جي تي ار نعم سيدي عليك هما حاطين البلايك ديالهم راه طلعوا راه شي كوما حبستهم الشتا كون هاد السيمانه يكونوا ضربوا هاد القنش صافي سالو ها هما طلعوا تبارك الله مؤخرا مع اخر مره فاش شفناهم شفتهم اخوتي غنزيدو شويه تال عند الاميرات من اللي ونوريكم تما كاينه واحد الحاجه زوينه يخلي لكم معايا شوف 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 دابا هادي الطريق غتكون هذيك من اللي الطريق مليون في المئه مليون في المئه خرجوا في هذا مول بيبينير هما ستي صحاب رضال فين غاديين باقيين غاديين ها هو الشوم هذاك هو التور ديال القادوس يدير انت مول بيبينير شو هذا يخرج فيه البلان يا وليدي ايه سخر اللي راه شي الدار ديالو من اللي هو جاي يدير لنا داك المشبق الزيبه دخل هنا للشارع يهرف دابا يقولوا لي بدا يغوت بحال داك المش اللي كيكون شاد في الزربيه كما كنقول لكم جرم القزيبه بدا يغوت وراه نقول لهم بلادي هادي 20 عام وانا فيها هو كيقول 20 عام وانا فيها تضرب شي 20 عام فابور وباقي فين غادي وراك عليك دوز حي يضرك مقيد هاد العام اخوتي الاميرات هاد البحر هو لهنايا راه كانوا حلوه شو هاد البحر راه كانوا حلوه تبحروا فيه هاد العام دخل هاد العام بيبليك نقينا ما سيدي لكم سرح واللي هو في هاد البلاصه نقي يا خوتي الناس اللي فيهم الدقة هاد الجو ديال هاد البلاصة شوف القوات شوف 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 اي ترى بقى بارك الله ما شاء الله ترى ترى نجرو من الحيط شتو داك الحيط من اللي كينجرا شو جي تي ار حنا شويه خوتي هاو اي 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 وانتوما شوفوا وانتوما راه جابوا هذيك شو داك الجبل 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 هما راه جابوا حطوه هنا احمر راه فينا هو الرابطوز شو راه كنقول لها الجبل اي شو اي اي ما عرفتش شنو غير رابطو بها يا خوت ها فين خدامين بها يكون زعما الفوق ما نظنش هاد الطريقه هي من اللي راه طلعوها حتى للفوق شو حتى هي راه تريكليت وهاد هاد البلاصه كلها تفصلات فيلات هاد البلاصه هي من اللي كلها تفصلات فيلات داكشي رائع ها انتوما الزرع تبارك الله ما شاء الله هاد العام بلاد غتكون زينه انتوما خوتي حبابي صحابي بارك الله ما شاء الله اي واحد لابيسين فين محلول اي اي تا واحد الضيق قداش هنايا هذيك الضيمات كيفاش زقلوا لها العبار ديالها
هادي دابا هادي دابا خص هاد الجي تي ار تجر واحد تجر بهذيك البالا ودفع المال اللي ها نشوف واش الجبل كيديروا لي حتى شوف بس تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله خوتي عبابي سالت لي الباتري ديال سميتو صافي سالت لي الباتري إذن إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء لله يخطيكم علينا وبارك الله فيكم واحد واحد فيما كنتو داخل وخارج الوطن الحبيب أنا كما رديت البال الوقت بقيت معكم نكتفي بهذا القدر دمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما كان غير الله الوطن الملك وأنا مشيت